بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن فرغنا في الحلقات السابقة من تفسير الآيتين من أول سورة المائدة، نريد الآن في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أن نستخلص من هاتين الآيتين ما يظهر من أحكام وحكم. فنقول: استفادوا من هذه الآيات أن الإيمان يقتضي الالتزام بأحكام الله تحليلاً وتحريماً وإيجاباً ومنعاً، وأما الإيمان الذي لا يقتضي التزام بأحكام الله ولا التقيد بحرماته فهذا إيمان غير صحيح، هذا إيمان غير صحيح. لأن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا لما نادى الله المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، أمرهم فقال: افعلوا كذا وكذا واتركوا كذا وكذا. فهذا دليل على أن الإيمان ليس قولا باللسان فقط أو اعتقاداً بالقلب فقط، بل لا بد من أن يكون معه عمل وامتثال. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة في الرد على المرجئة. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب الوفاء بالعقود التي يتعاقد بها الناس بينهم وبين ربهم وبين بعضهم مع بعض، فإنها لما انعقدت صارت عهدا يسأل الله عنه يوم القيامة، كما قال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، كما قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة. فالعقود عهود يجب الوفاء بها، وهذا مقتضى الإيمان، فهو أول أمر جاء في هذه الآية بعد مناداة الله للمؤمنين. ويؤخذ من هذه الآيات أن الأصل في العقود الإباحة، الأصل في العقود أن يتعاقد الناس فيما بينهم، أن هذا أصله الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه. العقود في البيع والشراء والأجورات وغير ذلك كله أصله الإباحة، كما قال العلماء: الأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الدليل على منعه، لأن الله أمر بالوفاء بالعقود مطلقا ولم يستثني منها شيئا إذا كانت متمشية على ما أباحه الله سبحانه. أما إذا كانت العقود تشتمل على ما حرم الله فإنها لا يجوز الوفاء بها، كعقد الربا والقمار وبيع المحرمات، فهذه عقود باطلة. إنما الذي يجب الوفاء به هو العقود الصحيحة التي لا ظلم فيها ولا عدوان. ويؤخذ من هذه الآيات حل أكل بهيمة الأنعام أهليها ووحشيها مما ذكي مما
أدركته الذكاة أو الاصطياد الشرعي فإنه حلال. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وذلك في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وسيأتي تفسير هذه الأشياء. لكن غرضنا الآن بيان الاستثناء وبيان قوله تعالى ما يتلى عليكم، وكذلك يلحق بذلك ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه من كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، وكله يحرم. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يحرم من اللحوم ما ورد النهي عنه، قوله حرمت عليكم الميتة، والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه لا يحل. ويؤخذ من هذه الآيات أن الصيد حلال إلا في حالة الإحرام أو في داخل الحرم فإنه لا يحل. ففي حالة الإحرام قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفي الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل صيده لا ينفر صيده إلى غير ذلك. فهذا التقيد واجب على المسلم في الصيد، أن أمامه حالتين لا يجوز الصيد فيهما، حالة الإحرام والاصطياد في الحرم، وما عدا ذلك فإن الله أباح له الاصطياد. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم تغيير مشاعر الحج والعمرة، وهي الأمكنة والأزمنة التي تؤدى فيها المناسك، فلا يجوز أن تغير الأمكنة التي جعلها الله مشاعر للحج والعمرة فتستبدل بغيرها، أو يزاد عليها ما ليس منها، أو ينقص منها ما هو منها. وكذلك تغيير الأزمنة، أزمنة الحج، قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج له أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، والعمرة ليس لها وقت محدد، يعتمر المسلم متى تيسر له على مدار السنة. أما أن يغير وقت الحج فهذا هو النسيء الذي تفعله الجاهلية، قال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالحج لا بد أن يكون في أشهره، وأما العمرة فإنها تشرع في كل أيام السنة. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.